يبدو أن وعود أوكرانيا التي كانت تطلقها خلال الأشهر الماضية ومنذ فصل الشتاء المنصرم ستنفذ على أرض الواقع مع دخول الربيع. وزير الدفاع الأوكراني أكد استعداد بلاده لوضع اللمسات الأخيرة التحضيرية لبدء الهجوم في حال توافقت المخططات مع التطبيق على أرض الواقع حين يتحسن الطقس بحسب بيانات وزارته. أوكرانيا تعلق آمالها على هجومها المضاد الذي غذته مخازن الذخيرة الغربية لأشهر متتالية، آملة بأن يثمر الهجوم عن استعادة الأراضي الشاسعة التي سيطرت عليها روسيا شرقي البلاد. تتوازى هذه الآمال مع تأكيد حلف شمال الأطلسي على تسليمه لجميع المركبات القتالية والمعدات الحديثة التي تعهد بها الغرب لكييف، وما لحق العنصر البشري الأوكراني من تدريبات مكثفة عليها. ميدانياً تتسع دائرة الاستهداف الروسية لتشمل مدينة دينيبرو جنوباً وأومان وسط البلاد، فيما يقول الجيش الأوكراني إنه تمكن من إسقاط أكثر من 90% من الصواريخ الروسية. حرب على مفترق طرق، فإما استمرار روسيا بالوتيرة التي بدأتها مع الشتاء وزيادة السيطرة على المساحات الأوكرانية ومنها مساحات إضافية في إقليم دونباس، وإما نجاح الهجوم المضاد الذي تعتزم أوكرانيا شنه. ويبقى خيار التفاوض متاحا بحسب روسيا، في إشارة للمكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الصيني مع نظيره الأوكراني الأربعاء الماضي. قالت أوكرانيا أنها أسقطت 21 صاروخا روسيا وطائرتين مسيرتين خلال الليل. وبحسب وزارة الدفاع الأوكرانية فإن روسيا أطلقت 23 صاروخا وطائرتين مسيرتين من قاذفات 95 الاستراتيجية، وذلك في أحدث موجة من الضربات الروسية التي استهدفت العاصمة كييف وعددا من المدن الأخرى. تعهد نائب رئيس الوزراء الروسي بإعادة بناء مدينة باخموت المدمرة، وأوضح المسؤول الروسي خلال زيارته إلى المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا أن أعمال إعادة البناء ستبدأ بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك. من كييف ينضم إلينا عضو مجلس القوميات الحكومية الدكتور عماد أبو الرب. دكتور عماد، أهلا وسهلا بك، نتابع معك الوضع الميداني خاصة في ظل هذه التطورات الأخيرة، والآن بعد مضي هذه الفترة على العمليات العسكرية من الجانب الروسي. تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. في هذه اللحظة الآن ذوي صافرات الإنذار عندنا في العاصمة كييف للأسف الشديد. كما نعلم أن صباح اليوم استيقظنا على صوت صافرات الإنذار، وحقيقة هنا في قلب العاصمة سمعنا دوي الانفجار الذي أصاب منطقة أوكرانيكا وهي من ضواحي العاصمة كييف، تقريبا تبعد 25 كيلومتر عن كييف. كما نعلم أن الإصابات للأسف يعني الأضرار كبيرة، خاصة منطقة أومن وهي تبعد 200 كيلومتر عن كييف. هذه المنطقة تتبع لمحافظة تشركاسي. الإصابة كانت ليس لجبهة قتالية، كانت لبناية سكنية مؤلفة من 9 طوابق. الآن لهذه اللحظة وصلت أعداد القتلى ل 21 قتيل، منهم 3 أطفال وأكثر من 18 جريح، وربما ترتفع الأعداد للأسف الشديد. إذن رغم أن الصين بدأت يعني مبادرتها لمحاولة فتح أفق ل التسوية، للأسف كان اختيار روسيا لتوقيت غير مناسب أبدا لشن هجمة تستهدف المدنيين ولم تستهدف العسكريين في المناطق الجبهات التي فيها قتال. نعم، أمام كل ذلك اليوم إذا ما نظرنا إلى الدعم الدولي وكذا خاصة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، هل هناك حديث عن لربما تراجع هذا الزخم خاصة بعد مضي هذه الفترة وأصبح واضحا بأن هذه العملية قد تطول أكثر وأكثر وصولا إلى حرب استنزاف واضحة؟ باعتقادي أن هناك تغييرات وتباين بين دولة وأخرى. هناك أكثر من 30 دولة في الاتحاد الأوروبي والناتو، وبالتالي إذا يعني أصابت بعض هذه الدول نوع من الضغط سواء السياسي الداخلي أو الاقتصادي، هناك دول أخرى تدعم. اليوم مثلا أمريكا تقدم
أكثر من 1,800,000,000 دولار للخزينة الأوكرانية اللي تستخدم في دفع الرواتب ودفع المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية ولفرق الطوارئ التي تعمل في أوكرانيا. إذن الدعم مستمر. أوكرانيا تلقت من أمريكا أكثر من 18 مليار دولار منذ بداية الحرب كمنح وكقروض وكمساعدات. باعتقادي أن الواقع لا زال من الصعب أو مبكر أن نقول أن الدول الأوروبية توقفت أو ستتوقف. الكل لا زال يشعر أن هناك نتائج في الميدان من مساعداته لأوكرانيا. واليوم زيارة الرئيس تشيكيا والرئيس سلوفاكيا أيضا تؤكدان أنهما ماضيتان في دعم أوكرانيا في عدة مسارات، سواء الدعم العسكري أو الإنساني أو الاقتصادي. ورئيسة سلوفاكيا قالت أنها ستساعد أوكرانيا في تسريع انضمامها من خلال تغييرات القوانين فيها لتتطابق مع المعايير الاتحاد الأوروبي. نعم، ما مدى الفارق الذي شهده الميدان أو الوضع ميدانيا فيما يتعلق بالدعم العسكري المقدم؟ وإذا كان ذلك قد تحقق فبأي شكل؟ هناك فروقات كبيرة. بداية، الأسلحة التي عند أوكرانيا استطاعت أن تتوفر لها الذخائر اللازمة بالكميات المطلوبة، وأوكرانيا بدأت يعني تعيد برمجة استخدام هذه الذخائر حتى لا ترهق أيضا حلفائها، وبنفس الوقت حتى تستطيع أن تستعد للهجوم المضاد. اليوم وزير الخارجية عبر أن هذا الهجوم لن يكون مرة واحدة، بمعنى أن هناك معركة إما ستخسرها أوكرانيا أو ستكسبها. الهجوم هو المقصود فيه استعادة كامل الأراضي الأوكرانية والتراب الأوكراني، ولو اقتضى ذلك عدة هجمات مضادة في عدة أوقات مختلفة. بالتالي باعتقادي أن أوكرانيا استطاعت أن تحصل على أسلحة نوعية، سواء دبابات أو مدرعات. هي حصلت على آلاف المدرعات ومئات الدبابات، وأيضا ربما أكثر من 150 إلى 200 طائرة مسيرة مقاتلة، إضافة إلى كثير من المعدات التي وعدت بها. فقط أوكرانيا تضغط على حلفائها بسرعة مدها بهذه الأسلحة حتى تكتمل أهبة استعدادها لشن الهجوم المضاد التي تخفيه وتخفي مكانه أو زمانه أو حتى أي ملامح تقرب إلى معرفة أي شيء يرتبط به. فقط هي تؤكد أنها ماضية في شن هذه الهجمة للدفاع عن وحدة وسيادة أراضيها، ريثما يكون هناك مسار تفاوضي فاعل لإنهاء هذه الحرب العدوانية للأسف الشديد. شكرا جزيلا لك الدكتور عماد أبو الربع، عضو مجلس القوميات الحكومي من كييف. من موسكو ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمود الأفندي. دكتور محمود، أهلا وسهلا بك. إذا دكتور محمود، نتوقف قليلا لنراقب سير العملية العسكرية من الجانب الروسي ووصف التقدم، خاصة خلال هذه المعارك الأخيرة في باخموت. أول شيء سعد أوقاتك سيدتي الكريمة والأخوة المشاهدين. طبعا الآن بدأت فعليا المعارك تشتد والتصعيد يزيد، وخصوصا بعد إعلان أوكرانيا عن تقريبا عن نهاية الشهر أن تبدأ العملية المعاكسة. لذلك بدأ النشاط الروسي أصبح واضح، وخصوصا عن طريق الاستخبارات العسكرية وضرب مواقع تجمع الجيش الأوكراني في كل مكان يحصل عليه المعلومات الاستخبارية تحصل عليها روسيا. لذلك الضربة الصاروخية كانت البارحة عن طريق قاذفات استراتيجيات، لم يستخدم الزوارق العسكرية البحرية الروسية، لم تستخدم مراكز انطلاق، بينما استخدمت طائرات استراتيجية حتى تكون الصواريخ دقيقة 100% وتضمن وصولها إلى هذه المواقع. لذلك تم إعلان، وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن إصابة كل الأهداف وكل أهداف لقوات التجمع الأوكراني، وهذا تقدم قوي لروسيا، لأن روسيا الآن من استراتيجيتها ضمن العملية العسكرية هي ما يسمى تدمير الجيش الأوكراني كعتاد عسكري وعتاد بشري، ومنعه من ما يسمى العملية العسكرية المعاكسة التي يعني فعليا الغرب يعول عليها بشكل كامل حتى تضمن لأوكرانيا المعونات الاقتصادية والعسكرية. لذلك من روسيا الآن نشطت في ضرب هذه المواقع أول شيء، بالإضافة إلى التقدم في قضية باخموت. التقدم في باخموت صحيح أنه بطيء، ولكن روسيا باستراتيجيتها الآن تريد جر الجيش الأوكراني إلى جبهات حرب، يعني لا تريد حرب المدن، ولكن فتحت جبهة باخموت
فعليا ادى الى دخول الى تدمير عدد كبير من القوات الاوكرانيه، وهذا ما تريد روسيا فعليا. يعني روسيا تريد انهاء المعركه حتى لا تقوم مره اخرى بعد عده سنوات. فعندما تدمر الاليه العسكريه الاوكرانيه كعداد بشري وعداد عسكري، وهذا ما صرح فيه مسؤولين سابقين امريكيين في البنتاغون عندما قالوا 80% من الجيش القديم الاوكراني دمر، هذا رقم كبير جدا اذا قارنا انه عدد الجيش الاوكراني كان 30,000 مقاتل. يعني الان المقاتلين الجدد لا يكونوا بنفس الفعاليه وبنفس القوه التي كان عليها الجيش القديم المدرب باحسن تدريب. بهذا يعني ان روسيا الان تحاول بشكل من الاشكال تدمير الجيش الاوكراني حتى لو كان على جبهات قليله، لعدم منعه اولا من العمليه العسكريه، ثانيا بعدم يعني بحال ما يسمى اعتراف اوكرانيا بسياسه غير الراهن سيؤدي الى مباحثات طويله الامد واستسلام اوكرانيا. يعني هذه الحرب ستكون يعني لا تعود بعد عده سنوات او عشرات السنين. اوكرانيا بحاجه الى يعني تكوين جيش بحاجه الى 40 و50 سنه، لذلك ستكون روسيا في امان في هذا الوقت. نعم دكتور محمود، هناك بعض الحديث حول مدى استعداد هذه الاستراتيجيه التي تفضلت بالاشاره اليها، الاستراتيجيه الروسيه التي تاخذ المنح العسكري العمليات من جانب، ولكن لربما قد لا تاخذ تغير النوعي في الاسلحه والامدادات التي تستقبلها كييف. أول شيء الإمدادات كيف حتى لا تستطيع أن تغير أي شيء من المعادلة. يعني خلينا نكون واقعيين، الدبابات قديمة، المدرعات قديمة، وهذه الدبابات والآليات لا تستطيع السير في طرق أوكرانيا، بالإضافة أن الدبابات الأمريكية والإنجليزية هي ثقيلة نوعا ما، لا تستطيع المرور في أراضي خصبة مثل الأراضي الأوكرانية، وخصوصا نحن في وسط الربيع والمياه كثيرة. هذا اول شيء. ثاني شيء هذه الدبابات يعني تاخذ دعايه كبيره من الغرب، يعني فشلت في حرب 2006 في لبنان مثل دبابات ادمز وكذلك تشيلنجر. يعني لماذا يزودون اوكرانيا بقنابل من قذائف من اليورانيوم المنضب؟ لماذا اليورانيوم؟ لانه تشيلنجر مدفعها قصير جدا ومدرعاتها خفيفه جدا، فهي فعاليه فقط في هذه القذائف فقط، لذلك يلعب بالنار حلفاء اوكرانيا وخصوصا المملكه المتحده. نعم. بهذه القذائف. يعني ماذا عن المخزون الروسي إذن؟ فكذلك نحن نتحدث أيضا عن أن هذه الحرب أو العملية العسكرية بحسب وصف الجانب الروسي قد طال أمدها بأطول مما هو متوقع. بالنسبه للاسلحه التقليديه، روسيا تملك يعني احتياط هائل من الاسلحه التقليديه، بينما روسيا لديها نقص في الاسلحه الدقيقه التي تستخدمها في العمليه العسكريه، يعني كالصواريخ المجنحه والصواريخ بعيده المدى التي بحاجه الى تصنيع. ولن ننسى ان روسيا الان عملت ما يسمى تجنيد كل المعامل الدفاع الموجوده لانتاج هذه الصواريخ. يعني روسيا لديها الطاقه، لديها المواد الخام، يعني ليس لديها اي صعوبه في انتاج ما يسمى انتاج اسلحه او ذخيره، بينما هذه الصعوبه تواجهها اوكرانيا وحلفائها. يعني نعلم جيدا ان الدول الغربيه من قديم ولا تصنع نوع من هذه الاسلحه، بالاضافه ان هذه مكلفه جدا بالنسبه للغرب، وامرا اخر تحاجه الى وقت طويل، بينما في روسيا كدوله مصدره الاسلحه وكاسلحه تقليديه لديها ما يسمى مخزون هائل من القذائف المدفعية، من كل شيء. يعني بحاجة يمكن أن تقيم عملية عسكرية لمدة عشرات السنين ولا تفضي مخزوناتها. يعني لا بينما فقط المشكلة في الصواريخ الدقيقة، ولكن نرى جيدا أن كل معامل الدفاع الآن تعمل بثلاث مناوبات. يعني هذا يؤدي أن روسيا تستطيع لا ننسى أن روسيا لديها يعني 43% من مكونات الأرض، يعني بسهوله يمكن ان تصنع اي مخزون عسكري في وقت قليل. هذا الامكانيه لا تملكها الدول الغربيه، بالاضافه ان روسيا استطاعت العمليه العسكريه الخاصه تدمير كل البنيه العسكريه التحتيه للتصنيع الاسلحه الاوكرانيه السوفيتيه السابقه. يعني اصبحت اوكرانيا عاليه على الغرب بكل انواع الاسلحه، وهذا يعني لذلك امريكا تتخبط الان وتفضي كل مخازنها، حتى انا في الخيار لاسرائيل فضت كل المخازن مخزوناتها من الذخيره، ايضا في كوريا الجنوبيه
في فرنسا، في كل دولة. نعم دكتور محمود، بحسب الوصفة ما زال الحديث عن الأسلحة التقليدية، ما هي الاحتمالية بوصول روسيا إلى حد قد تستخدم فيه أسلحة أكثر تطورا وشدة؟ إذا نظرنا الآن في الفترة الأخيرة بدأت روسيا تستخدم الآن صواريخ قنابل طائرات مدمرة جدا ما تسمى الفوكاس، لأول مرة استخدمت من شهر أي تدمير ما يسمى المناطق المحصنة أو الخنادق، بدأت تستخدمها. بدأت روسيا تستخدم ما يسمى الدبابات الحديثة يلي الأرمادا، يعني سوريا روسيا الآن تقريبا بدأت باستخدام أسلحة متطورة أكثر من بدء العملية العسكرية للحاجة إليها أول شيء، وبنفس الوقت لنهاية المخزون القديم. يعني روسيا الآن بدأت فعليا باستخدام هذا النوع من الأسلحة، ولكن الأسلحة كما قلت لك تحاول روسيا أن تستخدمها دقيقة جدا لتجنب الخسائر المدنية. يعني روسيا لا تستخدم حتى الآن سياسة الأرض المحروقة، هي تستخدم حرب المدن فقط في المدن الصغيرة المحصنة. لذلك نرى أن الخسائر البشرية في أوكرانيا رقم قياسي، يعني حتى الأمم المتحدة ببياناته أنه 18,000 مدني قتل. إذا قلنا 12,000 من مدني قتل في المناطق التي تسيطر على روسيا عن طريق الصواريخ الأوكرانية، يعني 4,000-5,000 مدني مقابل عدد الهائل من القوات العسكرية حوالي من الطرفين 300-400,000. هذا يعني أن روسيا تستخدم أسلحة دقيقة وتتجنب الإصابة المدنية. يعني لذلك روسيا تستخدم كل ما لديها من قدرات حتى لا تحصل خسائر بين المدنيين. لذلك نرى ليس هناك خسائر مدنية، على سبيل المثال البارحة 23 صاروخ ليس هناك خسائر مدنية. يعني إذا رأيت أنه دائما الإعلام الأوكراني والأمريكي موجه للخسائر المدنية حتى شايف روسيا حتى لهون هذه الأرقام ليست، يعني البارحة ضربة صاروخية طويلة من طائرات مسيرة و23 صاروخ روسي لم يؤدي إلى خسائر مدنية. هذا يعني أهداف دقيقة تصيب فقط الأهداف العسكرية. نعم شكرا جزيلا لك دكتور محمود الأفندي الكاتب والمحلل السياسي.